دلوقتي خلونا نروح لزميلتنا جيرمين إبراهيم والفقرة الأسبوعية اللي بتقدمها لنا عن نوستالجيا أو الحنين الماضي، واللي هي بعنوان لسه فاكر، اللي هنعرفه منها النهاردة فاكرين إيه من أغاني الأطفال. خلونا نتابع. على أنغام وألحان أغاني الأطفال اتربت أجيال، وبقت الأغاني دي جزء من ذكرياتنا ومناسباتنا وأعياد ميلادنا. يا ترى لسه فاكر؟ من أكتر من 30 سنة ظهر لينا سيد الملاح ابن محافظة بورسعيد من إبريق الشاي عشان يحكي حواديد لجيل كامل من الثمانينات والتسعينات في أغنية كتبها صلاح جاهين عشان تكون واحدة من أشهر أغاني الأطفال اللي عاشت على مدار سنين. قدمت نيلي أغاني كتير للأطفال عدى عليها سنين طويلة، زي أوبرة اللعبة بكلمات صلاح جاهين وألحان هاني شنودة، واللي تقدم من حوالي 40 سنة، وغيرها من أغاني الأطفال اللي اتحفرت في ذاكرة أجيال ولسه عايشة لحد دلوقتي. يا ترى لسه فاكر؟ أكيد طبعا أغاني نيلي وشريهان كانت توب يعني زماننا. أغنية حادي بادي، توت توت، تطيور النورس، جدو علي. فاكر أغنية إيه تاني بقى ممكن تغنيها لنا؟ البنت زي الولد مايش كمالي دعدد، جدو علي عنده الدنيا برد الدنيا برد، وعم خليل بيسقي الورد، وبعدين منيب بيغني، وبعدين البنت اللي كانت معاه بترد عليه بقى الدنيا برد يا عم خليل تاتي تاتو ترابتا تاتو، الساعة في ايدك كام يا عم، الساعة كام هي دي، حالا بالا مصاصارع اسد انما ايه متوحش. ليك ذكريات معينة معاها كنت بتسمعها في وقت معين مع ناس معينة؟ الجمعة عامة كان في سينما الأطفال، دي كانت بتجيب لنا كل حاجة. لما أنا ببقى لوحدي في البيت كنت بحب أشغل ماما زمانها جاي، وفي عندك الأغنية بتاعت كابتن ماجد، دي كلها حاجات احنا كنا حافظينها وما زلنا حتى الان ما بنحاولش ان احنا نفرط فيها. ايه الجمال ده؟ لا هو في تقييم كمان على الضحكه الجميله. عجبنا قوي جيرمين اللي انت عاملاه، يعني لسه فاكر. انا عن نفسي فاكره كل الاغاني دي من اول ابريق الشاي، جدي الله يرحمه كان بيغنيها لي، ماما زمانها جايه، دي طبعا كلنا ما فيش حد فينا ما غنهاش. انت ايه بابا جاي امتى؟ جاي الساعه 6 ولا هي ماما بس؟ ذكرياتك ايه مع الاغاني دي؟ فاكره نيلي بتاع ما تشديش ما تشديش انت؟ تحفه. جميله طحفة. احنا محظوظين على فكره والله، احنا جداً. كجيل محظوظين جدا بالاغاني اللي كانت بتعمل الاطفال في الوقت ده، سواء كانت بقى تترات بتاعه الحاجات الخاصه بالاطفال او الاغاني حتى اللي كانت بتتعمل منفصله للاطفال، محظوظين ولسه بنسمعها لحد دلوقتي. واعتقد انه من خلال التقرير زي ما انتم شفتوا الناس مرتبطه بيها قوي، وكان في حد بيغنيها بكل حماس وشغف كانه لسه بيسمعها، واجيال مختلفه يعني عارفه. لكن الجيل الحالي للاسف بقى يعني حظ وحش قوي في موضوع الاغاني بتاعه الاطفال دي، مفيش اغاني للاطفال كتير قوي يقدروا يكونوا منها ذكريات، بحيث ان هم لما يكبروا بعد كده يبتدوا يسترجعوا. بس انت شايف حتى نيلي في ادائها في تفاصيلها في فراشة. كل حاجه فراشة. يعني